السلام عليكم، معكم سهام دي جي النشاط من مدينة مراكش. كنقدم لكم اختي سكينة النشاط، اختي خديجة النشاط. البداية ديالي انا تدخلت لهاد الدومين، في الاول كنت كنمشي للعراسات كنشوف، عجبني الميدان ديال العراسات، اول حاجة فيه النشاط. ثاني حاجة لقيت ان هاد الميدان فاش في البداية ديالي يعني ما كانش فيه العنصر النسوي، وكان الطلب على العنصر النسوي، وقلنا علاش اللي حنا كفرقة علاش اللي ما ندخلوش لهذا الميدان ونأسسوا فرقة نسوية اللي كتكون من دي جي اللي تكون تشتغل مع النساء، خاصة النساء فقط، يعني تكون نسوية 100%. الصعوبات اللي واجهناها في هذا الميدان يعني بالنسبة لنا احنا كعنصر نسوي، هذا الميدان ما سهلش بالنسبة للمرأة، فيه صهير، فيه خدمة مع رجال، فيه احتكار العنصر الرجالي على العنصر النسوي. كنخرجوا يعني كنخرجوا على المدينة اللي كتكون فيها، يعني كتجي بعض الأحيان أعراس خارجة على مراكش. ضمن ميدان العراسات ماشي سهل، ولكن الحمد لله يعني غادي فيه. كنشتغلوا بزاف في ميدان الأعراس وفي الحفلات الخاصة فقط بالنساء. واش في الميدان تقبلوكم الناس؟ فاش دخلنا لهذا الميدان أكيد تقبلونا الناس، حيتاش الفكرة ديال العنصر النسوي في التنشيط ما كانتش، كانت قليلة بزاف، واكيد الناس تقبلونا، وبالعكس كنلقاو احترام من عند الناس وكيحترمونا الناس وكيقدروا حتى العمل اللي كنديروا، حتى المجهودات اللي كنديروا في الخدمه كيقدروها الناس وكيشكرونا بزاف. ردة الفعل الناس القدام فاش دخلنا للميدان، كاينه فئه تقبلتنا وكاينه فئه ما تقبلتناش. كاينه فئه اللي ما تقبلتناش، ظنوا انه حنايا غادي بحال غناخذوا لهم بلاصتهم، بحال غادي ناخذوا السوق بحال، ولكن بالعكس حنا دخلنا بواحد الستيل اخر مختلف، يعني حنا بغينا نخدموا غير مع العيالات، ما بغينا نتنافسوا لا مع اوركسترا ولا مع دي جيين اخرين ولا دي جيات اخرين، حنا داخلين بالستيل ديال سهام النشاط، دي جي النشاط. والفئه اللي تقبلونا اكيد كان ترحيب، وناس حبونا وبغونا، والحمد لله بالفضل ديال الله، وتنقولوا وصلنا لواحد شويه من بزاف، حيت هذا الميدان تبارك الله راه بحر، ماشي ميدان اللي هو صغير، بحر، وكل نهار تجربه، وكل نهار كتستافد، وكل نهار كتعلم حوايج اخرين، واكيد بجهد الله بجهد الله، الحمد لله الحمد لله، كنقولوا شويه الحمد لله وصلنا شويه. الثمن ديالنا حنا بالنسبة لنا حنا كدي جي ما عندناش ثمن محدود، يعني على حساب الناس، كاين اللي في حاله كاين اللي ما في حالوش، كاين اللي في حاله يعطيك واحد الثمن كاين اللي ما في حالوش. كنخدموا مع الطبقات كاملين من الفقير للغني، حتى بالنسبة لنا حنا كدي جي كاين الناس اللي كيجيهم الثمن شوية كيكون ناقص على اوركسترا، ما كتكونش في حالها تعطي الثمن ديال اوركسترا، كتفضل تجيب دي جي. كنت اخر خدمه خدمتها مؤخرا يعني هاد واحد اليومين هادي، خدمت في نجينة في القصبه بالضبط، وقعت لي طريفه، المهم حنا كنا قاعدين هكا، كان معايا نقول الناس اللي كانوا معايا، بلاش كانوا معايا الناس اللي خدامين معايا، جا واحد الدري سرباي بدا كياخذ لينا في الكراسه، انا يعني حشومه حتى حنا راه حنا جايين خدامين، قلت له راه حشومه تقلع لنا الكراسه، يعني قلت خيتو غيجيب كرسي علاش يقصوا الناس، هو يقول لي هاد المره الا كنتي جايه جيبي معاك كرسي وقعدي عليه بعد الله يبارك. الطموح ديالنا حنايا هو ان شاء الله المغاربه كاملين يعرفوا بلي راه كاين واحد ستيل اللي دخل المغرب ديال البنات، كينشطوا
النساء. وعلاش لا ان شاء الله يكون تنشيط ماشي في المغرب يكون تخارج المغرب مننا القدام ان شاء الله الرحمن الرحيمين. كلمة أخيرة بغيت نقول شكرا بزاف الناس اللي ساندونا، الناس اللي وقفوا معنا لا داخل الوطن ولا خارج الوطن، كاينين الناس اللي خارج الوطن وكيساندونا من خارج الوطن. بغيت نوجه لهم تحية وبنوجه تحية كبيرة للجالية المغربية المقيمة بالخارج. وصراحة الله احنا كي كنقولوا معروفين في مراكش، معروفين أنه متواضعين الحمد لله وكنخدموا مع الناس كاملين. بغيت نشكر كذلك قناة أشواقه اللي تنقلت من كازا من الدار البيضاء لمراكش باش يصوروا معايا. شكرا لكم بزاف وكنقدر هذا المجهود بزاف اللي درتوه على قبلنا. شكرا.